السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى منذ ساعات المنشد الديني الجميل عبد الله المهداوي. توفى بعد صراع مع المرض في المملكة العربية السعودية. اتعرض في الفترة الأخيرة لوعكة صحية مفاجئة، وبسببها اتنقل لإحدى المستشفيات في السعودية، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة امبارح الظهر. طبعا وفاته أحزنت كل الجمهور على السوشيال ميديا والناس اللي كانت بتحبه، لأن حقيقي المنشد عبد الله المهداوي من أبرز وأهم المنشدين في العالم العربي كله وفي الخليج كمان عموما. صوته عذب، عنده حنجرة ذهبية جميلة، كنت تحب تسمع منه الإنشاد والمدح، لأنه زي ما قلت موهوب وفعلا صوته جميل جدا. ربنا يرحمه وما يعزش على اللي خلقه. طبعا هو من عائلة المهداوي، ودي من أبرز وأهم العائلات في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم ان عائلة المهداوي منتشرة في اماكن ودول عربية كتير، وده اللي خلى ناس يعني يشككوا في جنسيته، هو في الاصل من السعودية. في ناس قالوا ان اصوله من العراق، وفي ناس تانية قالوا ان اصوله فلسطينية، ولكن في الحقيقة عائلة المهداوي هي موجودة في السعودية ومن اهم العائلات اللي موجودة هناك، المحافظين على الدين الاسلامي وتعاليمه، وكمان عندهم اشخاص كتير جدا في العيلة حافظين القرآن الكريم، كانوا بيساعدوا الأطفال في المملكة العربية السعودية على حفظ قراءة القرآن الكريم. طبعا ربنا يرحمه وما يعزش على اللي خلقه، وأتمنى من حضراتكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وأن ربنا يثبته عند السؤال، وخالص تعزينا لكل الشعب السعودي ولكل الشعوب العربية. شكرا ليكم، سلام.